مستشار في جمعية بن فرح للرياضة. هذا الدوري الرمضاني تندير فيه التنسيق للجمعيات اللي شكرا للجمعيات اللي دايرين التنسيق باش خلق الاجواء الرمضانية هنايا باش ننظموا هذا الدوري، وكاع الجمعيات الرياضية اللي مكلفة بهذا الدوري هذا تنشكرهم من هذا المنبر هذا. وتحية كبيرة للوان السلطة، وتحية كبيرة اللي عاوننا في رشان الماء ولا في التراب باش صوبنا الماتش. راه شي 15 يوم ولا 16 يوم هادي وحنا نجريو باش أن يكون هذا النهار هذا، والحمد لله اليوم أنت تشوفوا كان الافتتاح وداز داك الشيء مزيان، والحمد لله مازال الماتشات أخرين اللي غادي يدوزوا، ومازال كل نهار غيكون ماتش إن شاء الله. وشكر خاص للجنة المنظمة والجمعيات اللي ساهموا بالوقت ديالهم وبالمال ديالهم. احنا عارفين دابا أسسنا جمعية جديدة اللي هي بزيرو درهم الصراحة، لأن الدراري دابا هما اللي تعاونوا بالوقت ديالهم بالفلوس ديالهم، وهذا واجب احنا كرياضيين ومحب للرياضه، هذا الشيء واجب علينا احنا باش نديره. ولكن شكر كبير حتى للموالين البلاد اللي عاونونا بالماء بالتراب بالتليفونات باي حاجه عاونونا، نشكروا عليهم من هذا المنبر هذا وتحياتي. Thank you.